خدنا اجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقت خدنا اجناح الحب ستوب تاكسي لا سيرفيس يبعت لك عريس يا كابتن بوب ستوب ستوب وقت خدنا اجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقت خدنا اجناح الحب وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا على امريكا على اتينا عفرنسا وعجبال الارض عكل الدنيا فيها حب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب انت منتجوز يا حياتي ونخلي امك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني اي وانت جمالك شو بيعجبني ما عندي فلوس ولا عندي قلب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب نظرة لهالشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب ساعدني يا رب باي باي يا شاب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يسعد لي صباحكم يا ولاد عمري يا حبايبي تقبروني على الجميل لخالكم طالعين الله يخلي ليكم وينزعكم بهالحياة ويبعد عنكم ولاد الحرام يا ولادي وانت يا ابراهيم الله يكفيك تعبك وسهرك ودرسك وتصير كابتن طيارة قد الدنيا تقبروني ان شاء الله وانت يا نبيل الله يتوب عليك في الزعمي ويكبر عقلك تترك كل المشاكل يا ابني وتنتبه لمستقبلك بالحياه ماما يا عيون الماما وانا شو نسيتيني باي ما عم تدعي لي انجح كيف عم بدعي لك يا بنتي من قلبي بدعي لك بس اليوم ابراهيم رايح يقدم وراقه بالمطار عم بدعي له الله يمشيه وياخذ وظيفه ونبيل وين نبيل ظهر يدور على شغل صدقتي صدقته عم بحاول اتظاهر قدامه اني صدقته بلكي الله بيهدي ماما ابنك نبيل عنده عقده نفسيه اسمها عقده نجاح خيو ابراهيم وهيك حاله بدها دكتور نفساني رح يتعقد غيري هلا بدك تقنعيني انكم عملتوه مثل بعض وحبيتوه مثل بعض بس كبروا طلعوا واحد مهذب وبيحب العلم والثاني لا مهذب ولا بيحب العلم ما هيدا اللي مجنني ماما صحيح كنتوا تعرفوه من بعض انه صغار يعني مش يمكن اللي سميتوه ابراهيم بس كبر صار هو نبيل ونبيل ابراهيم من وقت اللي صار امرهم 4 شهور هن فرزوا نفسهم وقالوا لمين ابراهيم ومين نبيل كيف؟ كيف هن؟ ابراهيم ضل يرضع لصار عمره 2 ونبيل من قبل 4 شهور فطم حاله وما كان يقبل يشرب الا حليب علب بيزعل نبيل من ضغطه الفكلتي وله رايه الخاص وبتقولي لي نبيل معقد من خيو وبده دكتور نفساني طيب كيف نشخط نيناتهم سوا وفاتوا على الجامعة؟ ادعي له ابراهيم اللي كان يساعد خيو يساعده بالنجاح؟ وقت اللي يشوفه مأخر وخصوصا بالامتحانات كان يستغل الشبه اللي بيناتهم وفوت يعمل امتحان عنه والاساتذة ما كانوا ينتبهوا عليهم؟ كيف بدهم ينتبهوا طالما بيك الله يرحمه لا قبل ما مات وهو عيط لابراهيم يا نبيل ولا نبيل يا ابراهيم هيدي اللي عملت عقدة نبيل من ابراهيم الله يخليكي حش تتفلسفي وتعقديني معك ما في بتحكي الا بالعقد روحي على مدرستك حبيبتي روحي وخلصيني رايحة بس في سؤال بدي افهمه شو هو؟ مدام ابراهيم كل عمره يساعد نبيل ويعمل امتحانات عنه لينجحوا ليه ما ساعده بلندن وخليه يصير طيار مثله؟ بدك تساعده على خراب البيوت؟ يا بنتي هيدي سويق الطيارة
وسمعت الطياره مسؤوليه. حق معك. يلا تقبريني، بفتكر تاخرتي على المدرسه. كمان حق معك. انا رح ادعي لك حتى تنجحي، بس لازم تتكلي على نفسك وتعتمدي على دروسك، مش تعملي مثل نبيل اللي عيش طول عمره متكل على خيه. يلا حبيبتي الله معك. باي ماما. باي، تقبريني الله معك. قال ليش واحد طلع مهذب وبيحب العلم، والتاني لا مهذب ولا بحب الا حاله. ليه؟ لانه واحد رضع من صدر امه واخذ حنينه، والتاني غروا الاعلان ولحق حليب البقر. حضرتك من وين مخرج؟ من بلجيكا. جاي معك ورقك وشهاداتك؟ نعم. اشوف. تفضل. فوت عند السكرتيرة عبي طلب. حاضر. تفضل حضرتك. نعم. معك شهادتك؟ نعم. من وين مخرج؟ من ألمانيا. شو هذا؟ أنا طلبت الشهادات مش كارت واسطة. ما حضرتك اتصل بصاحب الكارت وهو بيوضح لك بصورة أوضح عن كل شهاداتي. تفضل. قل له للي بيعطيك الشركة بدها شهادات مش كارت واسطة. يلا يلا غيره. يلا تفضل. تفضل حضرتك. صباح الخير حضرت المدير. صباح الخير. معك شهاداتك؟ نعم. من وين مخرج؟ من لندن. كم ساعة عامل طيران؟ 150 ساعة. عظيم. فوت عند السكرتيرة خليها تعطيك تعبي طلب ورجع لعندي. عند السكرتيرة. سكرتيرة هون ورجع لعندي. يلا. تفضل حضرتك. طلبتها بالسيارة؟ هي حسيت حالي ما بني شيء، عرفتي؟ قلت شو عازفهم على المستشفى؟ يعني بلا المستشفى؟ بلاها خي بلاها، هم وغم ودفع مصاريف على الفاضي، بعدين أنا ما بني شيء تحت مثل الحديد وبقوة 24 فولت وغطة القلب اللي صارت معها. غطة القلب، يمكن تشويبي هي، بس راحت الحمد لله. بتحب وصلك على البيت؟ لا لا ميرسي، ما تعذب، ما هو هي البنية نحن ساكنين هون بالبنية. طلع شرب قهوة معنا. إيه لا ميرسي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ليك؟ بلاقي لي معك شي سيجارة مرتك اياها؟ نحن بالاسعاف ما بندخن. ما حلو، تاني مرة دخنوا بلكي واحد قطع مثلي، وين بياخذ؟ ما حلو هيك، ما حلو. لا بس انا لقيت حالي كنت مكان بعيد ومقطوع من المصاري، قلت يا صار يعمل حالك غاطت على قلبك مثل بولا سيارة الاسعاف، وين صار؟ ما حدا رح يغط على قلبه بسببك الا انا ولابني، ما معك مصاري بتضحك على الناس وبتمثل عليهم غاطت على قلبك لتوصلك الاسعاف. شو بدك اياني اعمل يعني؟ بتيجي منك ردني لهوني ماشي؟ بعد بلكي ضربتني الشمس انا على راسي، وبعدين ما عندي غير الصباط بلكي احترق. الله يهديك، الله يهديك وينور عقلك. ماما هيكي كنت شوفين لبوب بلكي معه هيتحقش قلب الدخان. برهم مش هون. وين راح بكرة؟ راح على المطار ليشوف امتى ببلش بوظيفته. شو؟ قبلو؟ نعم قبلو، عقبال عندك. يعني صار معه مصاري؟ ليه معه مصاري؟ معقول يتوظف بشركة؟ لك يا ابني قلت انه فاضي، بده لاول الشهر ليقبض اول معهد. يعني شو يعني؟ لاخر الشهر. يعني شو يعني؟ يعني انا ضلني هيك بدون دخان لاخر الشهر؟ امرح تصدق شو بعاود؟ بدك تضل متكل على خيك؟ ولك يا حبيبي ما فكرت يوم بعمرك تعتمد وتفتكر بنفسك؟ ماما انا عم فكر، اعتمد على نفسي. عم بتفكر؟ نعم. عم فكر بمشروع بجيب لنا ملايين الليرات. ها، وشو هو هالمشروع؟ سرقه ولا نصب؟ اختراع. اختراع شو؟ صاروخ عابر للقارات؟ لا لا، اختراع هيك يعني لمبه فيها اشعاعات مهدئه للاعصاب
مش احسن من الحبوب اللي عم تاخذها الناس بالايام وبتنضر؟ كيف كيف؟ ولك يعني لمبه بتحطيها بوقت النوم، بتطلع فيها ثلاث ثواني بس بتنامي نوم عميق وما بتوعي الا ما يطفو اللمبه. يعني اللي عنده ولد مثل حضرة جنابك بتعب الاعصاب، اذا شافت اللمبه بترتاح اعصابها وبتنام؟ دغري، وبتحس حالها نايمه هيك على 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 ريش حرير وطايره بالجو مثل الدجاجه. وين يا سندي هاللمبه؟ في منا بالسوق؟ ما فيهم، انا عم بفكر فيها. عم بتفكر؟ ما بعرف ليش انا عم بفكر، اخرتك راح تكون بالحبس. هكا حال كل المفكرين يعني هيك، اصحاب العقول اللي مثلي اهلهم ما بفهمون، ما حدا بفهمون. روح من وشي، روح دبر لك شغله تنفعك احسن ما يجيني جنوني، احسن ما يجيني جنوني. هناك في بنتك من البلكون. اوكي. ماما؟ نعم. ليكي؟ ماني بحاسس انك انت عم تبعدي بهالبيت، عرفتي كيف؟ شو رايك تتجوز؟ تتجوز؟ لك تدخل بالاول يا صبر. ما بالك عم فكر بمشروع في اللي راس حيجوا. وبلكي ما نجح مشروعك، بتعيش بالدين؟ معقول ما قلتي خيي بابا توظف، معقول يتركنا ويتخلى عني؟ من كل عقلك، برهوم توظف، تيصرف عليك وعمارتك؟ يا ما اللقمة اللي بتطعم اثنين بتطعم ثلاثة بالبيت. نبيل رح يطلع حليب اللور، ها احمل حالك وفل من وشي عشان بدك قلت لك عن البلكون. لك شو عم تشيل ثيابي؟ شو عم تشيل ثيابي؟ بعدين ما حلو هيك الأم يعني هيك تكره الأخوة ببعضهم وتحرمهم السعادة اللي عايشين فيها. ما حلو. ما حلو بعدك الله يكون معك يا رب، يا رب تهدي لها الصبي يا رب. طيب بترجعي الملف للإدارة وبتسكري باب التوظيف. حاضر. وبتخبر الشباب اللي تقدموا بطلباتهم انه الشركة ممكن تعتذرهم، لكن مش هلا، بعد فترة. ولا واحد نجح منهم؟ بلا، نجح واحد بس. اي واحد؟ هو الكابتن بوب. قلت انا هيدا احسن واحد. تفضل. عفوا حضرة المدير، فيني فوت فرجيك البدلة؟ طبعا فوت، تفضل. المضيفات هلا وامال بعدهم برا؟ ناطرين برا، ستاند باي. خليني تفضلوا لهم. بدلة حضرة المدير، شو رأيك بالبدلة؟ البدلة برومتي، شو؟ بروم كتير كويس. بيظهر خياط الشركة كان مجهز البدلة لغيرك، طلعت لك، مبروك. هذا بفضل دعمك وتشجيعك. لا، بفضل شهاداتك ونجاحك بالامتحان. قالوا لك بكرة عندك أول رحلة؟ نعم. عظيم. هلا أنا بعدت ورا المضيفات هلا وأمال عشان تتعرفوا على بعض قبل ما تطيروا سوا. اهم شيء النظام، المحافظة على نظام الشركة، نظام الركاب، لانه الفوضى اللي عمت الشركة بسبب الكابتن اللي كان قبلك كانت كفيلة تطيرني وتطير الادارة وتطير الشركة لو ما طار هو. لكن هل من الناحية ما تخاف، لانه انا بطبيعتي انسان جدي ونظامي وبحب كثير النظام. عظيم. تفضل. بعتت ورانا حضرة المدير؟ بعتت وراكم حتى اعرفكم على الكابتن بوب اللي اختارته الشركة واللي راح تكونوا انتوا وياه ابتداء من رحلة بكرة مع بعض. الهوستس امال، الهوستس هلا. شرفنا انيسة. هلا، اسمي هلا. هلا حضرتك امال. شطور. الو. ايوه إدارة. طيب يلا جاي. فيكم تطلبوا قهوة؟ أنا مضطر أترككم، عندي اجتماع إداري، مضطر أترككم مع بعض شوي. يلا. أنا عندي اجتماع إداري، ما تحاولي تخطط. القهوة لكان العروس. إذا القهوة بتحبها حلوة.
حلوة، لكن أكيد العروس بتحبها وسط. نعم. لا حجي حجي خذها القهوة وخلصينا. حاضر. ألو، ثلاثة قهوة على مكتب المدير، قهوة حلوة بليز. وحضرتك عزيبي ولا مجوز؟ أنا عزيبي. ولا خاطب؟ كنت خاطب وتركنا. يظهر ما تفهمته. أنا بطبيعتي إنسان جدي ونظامي، وكان في ميال الفوضى يعني، ما تفهمنا وتركنا بعض. أنا بحب الشاب يكون جدي، وأنا بحبه يكون نظامي. أنا بحب تمشي. كابتن، والقهوة شربناها. معلش هلا اشربوها أنتوا، لأنه أنا عندي موعد وتأخرت. معلش معلش أنا قلت لكم. معلش. والله كابتن انتبه، كنت غسلتني بالقهوة. برضون مدوزي. برضون؟ مين ما بيدفع لي حق الفليجين والقهوة؟ طبعا الكابتن. انا قديش بتريد؟ الف ليرة حق القهوة، والفين ليرة حق الفنيجين ينكسروا، والف ليرة صاروا اربعة، وثلاثة حق الكبايات ثمانية. ثمانية الاف ليرة حق فنجان قهوة؟ نعم، 8000 ليرة. وكمان كرمناك ب20% لانك اول مرة بتطلب طلب. وشكرا. خمسين هاي اخر مرة بحياتي انا بحياتي بشرب قهوة. عم اذوقكم معلش بترضوني. والله ما انكسر فيك شيء. شو بدي انكسر حضرة المضيف؟ انكسر في جان القهوة يعني خلصتها، فكيف لو انكسر فيك كانك تربيتنا. شو هذا اللي صاير؟ شو هذا؟ حضرة المدير بيظهر الكابتن اللي حرام السكرتيرة. بيظهر الكابتن اللي اخترته كثير خجول، من خجل وقع صينية القهوة على الأرض وضرب فيك وقع هو. أكيد بتكونوا سربلتوه بسؤالاتكم واستفساراتكم، بعرفكم أنا شو عم تعلموني عليكم. ولو يا حضرة المدير هيك رأيك فينا؟ ما بدها ولو. إذا شي عمة الفوضى بقى الشركة، لأن بعد ما وافقت الشركة على تعيينكم فيها، يلا روحوا على بيوتكم واستعدوا لرحلة بكرة. على إذنك. سام يا ابني مين بتريد؟ أنا الكابتن بوب. كابتن بوب؟ فيلي فوق. تقبرني ألف مبروك يا رجل، في ألف مبروك يا تقبرني انت. ماما يا عيون الماما انت. ايويها برهوم يا لبي، ايويها ويا فلفول الحديق، ايويها وغيرك صار كابتن، ايويها وغيرك ما لبي. لا 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 لا. يعني ما بسمع لي صوتك هذا، انت اللي بتسمع الجيران بيفتكروا عنا عرس. خليها تيجي تشوف كل الجيران العريس ببلت عرسه. يا تقبرني يا تقبرني، شو اللي بقيت لك يا تقبرني انت؟ عنجد؟ عنجد اللي بقيت؟ ايه اللي فيه؟ اللي يمه؟ نعم. هيدي البدلة أعلى ولا بدلة الضابط؟ لا بدك تقولي هيدي بدلة كابتن طيارة. يعني أعلى من الضابط؟ يعني مثل بعضها. يا تقبرني يا تقبرني، الله يحميك وفرحني فيك يا رب. قريبا إن شاء الله. اللي يمه تقبرني. نعم. بدي ما الله وفقك وتوظفك. بلكي بتدبر خيك بالمطار، شو وظيفة هيك إدارية؟ طبعا شو معقول نترك نبيل هيك لا شغلي ولا مستقبل؟ يا الله يوفق إياكم يا وليدي. تمام، أنا بدي فوت على الأوضة أحضر أغراضي، أحضر ورائي، راجع دراساتي شوي لأنه بكرة عندي سفر. بالطيارة؟ بالسيارة؟ يتقبرني يمي لعب، عشر، بتسوق الطيارة وما بتفتح الشباك يسرق الهواء وبتسوق مهلك، الطيارة كبيرة كثير. يا رب سلمكم. يه 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 يه. شو في بيتنا كابتن؟ لا في بيتكم هيك التوأم قبلوك، وبكره رح طير، رح بمر فوق البيت واشترك بالطياره. قرب قرب بوس خيك وقول له مبروك.
هلا هو عرقان ضروري يقرب من هون لهونيك لبوسه. الف مبروك. ليه ما شوفك مثله ولابس البدله؟ كنت خلفيني قبله كنت بصير مثله. بينك وبين دقيقه. ايه الدقيقه الى تاثير، مثل ما بيقولوا اكبر منك بدقيقه افهم منك بسن. لا يا زكي، بيقولوا اكبر منك بيوم افهم منك بسن. ولك مثل بعضك، ما الدقيقه صارت بالايام يوم، ما كل شيء غلي. هذا اللي شاطر فيه. حركة حدا نفيت على الاوضه وما في حدا بيسالني. طيب يتقبلني. شو راح ينام؟ لا راح يدرس، لانهم بيقولوا من طلب العلا سهر الليالي. وانت امتين راح تدرس لتتوظف مثله وتطير؟ وانا كل يوم بتوظف وتاني يوم بطير. انا نزلت لوين؟ المطبخ، تعبي بطني بيرتاح راسي، ساعتها بقدر افكر بالشغل. ايه روح تقبرني، روح بتصحصح. الله يهديك يا ابني، طريق المطر كلك صدري، والله يديمك للطير جي. ماما صحيح توظف بابا ولبس البدلة؟ معلوم، وبكره راح يطير فوق البيت ويأثر لنا بايده. وينه؟ يا حوى بالاوضه، طلعي فوتي بيركيلو وطلعي بسرعه لانه مشغول الطير. راح بارك له وذكره بالهدايا اللي لازم يجيب لي اياها من كل بلد بيسافر عليها. يلا حبيبتي. يا رب يا رب توفق العائلة وتكبر العائلة حتى يضل هالبيت يجمع تحت سقفه كل العائلة. شو الاستاذ نبيل زعلان وقاعد لحاله؟ لأنه خيه توظف بالمطار وهو ما عم بلاقي شغل. مسكين. كانوا بلندن لو انتبه لدروسه كان نجح مثل خيه وصاروا اثنيناتهم كابتنين. وهلا في يعمل كابتن؟ سيارة؟ لا بوسطة. انتبه يسمعك بيدربك. ما تخاف عليه، بكره هو وخيه بيتفقوا على الشركه وبصيروا رايحوا بعض، يوم هيدا بيطير ويوم هيدا. ايه حق معك، مثل ما كانوا بيضيعوا المعلمين بالمدرسه، اكيد بكره بيضيعوا الشركه وبفكرون اثنيناتهم واحد. انا لازم ثبت للناس اني مش فاشل وخيي مش اشطر مني. لازم استغل الشبه اللي بينه وبينه وطير محله. لكن اكيد ابراهيم ما راح يقبل انه يسوق طياره. إذا هو ما راح يقبل أنا لازم أطلع. شباب مين منكم بحب يسافر؟ إيدنا بزنارك. أوكي، كل واحد تكت مقابل خدمة إنسانية. موافقين. بس كيف؟ خلص مادام موافقين اتركوا الكيف علي أنا، بس على شرط الموضوع بيبقى سر بيناتنا نحن الثلاثة. اوكي 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 اوكي. شو معجوق اييه؟ حاجة تفرشي له هالبدلة هلا بتهري له اياها. ما في تركيا تفرشي لانه ماشي بالايام غير اصحاب الفراشة يا ماما. شو عندك؟ لا فردون، يعني قصدي اذا فرشيتي او ما فرشيتي الهدية رح تجي. خي ريحتني، الله يريحك، ايدك ضربت. تقبرني تفوت جيب لك لقمة كل قبل ما تروح. ماشي ماما، هلا بتروق المطر. طيب وفنجان الشاي؟ كمان بشربه هونيك، تاخرت على شغلي. معك مثل ما بدك يا حبيبي. اوكي. نبيل وين؟ نبيل ظهر من قبل الضوء، قال لي يمول له مشروع اللمبة. مشروع اللمبة اللي اخترعها. لمبة؟ الله ينور لمبة راسه. امين يا رب. الله معك تقبرني. الله معك يا حبيبي. اوعى تنسيلي الهدية. أحلى هدية لأحلى صبية. تقبرني، الله يكون معك، الله معك يا حبيبي، الله يرضى عليك. عقبال ما خيك يصير مثلك يا إبراهيم. روح انتوا مين؟ ابو شعرك. روح لوين؟ شيخ روح. لا روح.
المدير. والله مش معقول، لو كنت انا المدير ما كنت عرفتك اذا كنت ابراهيم او نبيل. مش عرفك؟ اي والله. اسمعوا، مثل ما اتفقنا عند عشيه بين 9 و10 تتركوه يرجع على البيت، بس اوعوا كنت خلوه يشوف صوره وشكم. مفهوم، بس وين التكت؟ تكت؟ تعال شوف الهدوء، بس طول بالك لنطير اول رحله بس. مظبوط مظبوط مظبوط. مدموزيل مدموزيل. نعم مسيو. ده عليك هالمذيعة صار لها من عبكرة عم بتذيع انه السيارة رح بتطير، وما كانت تعرف تطير. تيجي اعرف ليش؟ وانت شو اللي زعجك؟ انا مسافر معكم، بدي اعرف اي متى بتطير السيارة لاعرف اي متى بودع اهلي. ما بيسوى تودع اهلك غير بس تمشي السيارة. صار لي 3 ايام بودعهم وبيرجعوا بيلاقوني بالمطار. انت الحق عليك، بس تسمعني دق السيارة روح على السيارة. كمان صلي 3 ايام بروح وبيرجعوني وبقولوا لي مش هاي السيارة اللي حاجز عليها. شفت يا مسيو، اذا انت عم تغلط نحن شو ذنبنا؟ اوف. هلا هلا. نعم مدير، طلبنا الاجتماع قبل ما نصير. كابتن بوك. جود مورنينج. جود مورنينج. كيف معنا؟ اذكري الديب وهي القضية. سوري لاني كنت بحوطة. هلا بوك. مرحبا سيد. اهلا. مسافرين مع بعض؟ ايه نعم. عرفتكم انتوا الهوستس؟ لا بلا بلا. جود مورنينج. جود مورنينج كابتن بوب. جود مورنينج. شفت المدير؟ والله شفته امبارح بالمنام وقمت مثل المجنون من المنام، شكله بخوف له. كابتن المدير طلبنا الاجتماع ضروري، ممكن تتفضل معنا؟ فكرت انا اذنكم لحضرتك بعده مركبه اول بيت على الشمال. مكتب المدير؟ نعم. طول عمره بالوز، لا في شمال لا في يمين. بتصدق نسيته لو؟ ولو حلك تنسى، ما صار لك جمعتين وانت كل يوم عنده بالمكتب. ما هو بدك تقولي يعني اللي بيشوفك بينسى حاله ما راح ينسى مكتب المدير. اتفضل معنا اذا بتريد. اوكي اوكي، بس شو اسمك يا حنوني؟ هلا. هلا؟ لك هلا يا هلا، منلك هالحلا، ولك يا تكون الحلوه مثلك يما بلا. انت شو اسمك يا قلبي؟ ولو من امبارح تعرفنا على بعض، كمان نسيت اسمي؟ اسمي امال. امال؟ شو حلو امال. امال حياتي يا حبي غالي، ما ينفذ به شيش. يا اهلي يا اهلي. خلصنا الرحله، تاخرت والمدير ناطر. اوكي تفضل. بردون عن اذنك بس معكم تيكت شباب؟ نعم. كلكم معكم؟ نعم. هيدي المدى مع تيكت؟ طبعا مع تيكت. هلا بس تنطير تاخدي منها التيكت. ليه؟ تاخدي منها على الكيلو، لازم تربح الشركة. حرام. قلبك على الشركة؟ لكن قلبي عليك. يا عليك. تفضل تفضل. هي اختي هون هون شركة، امور البيت من بحسب البيت. تفضل. انا معك معك. بس يا عمي فهميني، اتأخرت الرحلة ولازم مشي الطيارة. فهمت فهمت. نعم كيف؟ مين هيدا اللي بيفتح التليفون؟ معرفته؟ وين بيعرفوا شو؟ بيلعب فليبر؟ هيدا المدير؟ يلا شو تغير علي ولا؟ يا الله يا الله. نعم نعم. لا لحظة بس لخلص التليفون من هالست العجيب اخرتي. نعم عم بسمعك احكي. نعم ما مين عم بيحكي؟ ما بعرف، هلا سمعته عم بيقول مع ست. يا قضية عم بفيها تسأل من الستات، بس تعلق على واحد هيك بالتليفون. يا رب فهميني فهميني، خليني مشي الطيارة هلا بعدين بحكي معي. سيدنا اسمح لي اسمح لي. لا 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 اسمح لي. الو مين عم بيحكي معه؟ شو ما بتفهمي؟ ما عندك زوم؟ ما عندك دم؟ ما سمعتي صار ساعة بقلك مشغول وعندي شغل؟ ايدك بالخط. ما بتفكري انت؟ انا بفكر. ها؟ خلص. لك انت عارف مين الست اللي سكرت التليفون بوشها؟ ست من الستات سيدنا. حضرتها بتكون مرتي. او دقيقة عارف. ما انا عارف انا افتكرت ست من الستات اللي بتضيع وقتها ورا الرجال الناجحين مثل حضرتك يعني.
طب اتفضل هلا اذا رجعت تلفلت لي وسالتني مين سكر الخط لبوش يشوف الا يعني الا بدك الا مخابره خارجيه فاتت على الخط فقطعت الخط. حضرتك جاي تعلمني على الكذب؟ بردون بردون بردون. نعم نعم انا سكرت التليفون بوشك؟ معقول؟ لا 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 هيدي مخابره خارجيه قطعت الخط. خلص خلص احسن ما تطير من الشركه من تحت راسك زينب. ايه هلا بعد 10 دقايق بتصل فيكي. 10 دقايق بس. طيب مهم مشان شو بعت وراكم انا معك. ايه بعت وراكم مشان احطكم بالصوره. اليوم في معكم على الرحله شخصيه مهمه وبدي منكم تهتموا فيها. مين حضرة المدير؟ معنا اليوم على الرحلة الوزير مخلص أبو الوفا. شو بتحكي سيدنا؟ ما معنا وزير بشحمه لحمه على الطيارة؟ ايه وليش مستغرب؟ مش مستغرب بس أنا طول عمري بشوف الوزير يعني بالصورة بالتلفزيون بس أول مرة حشوفه شخصية. هذا فأرجوك بدي منك تكرمه باسم الشركة وتديروا بالكم علي ها؟ حتى إذا اعتزناه شي مرة يدير باله علينا. ولا يهمك حضرة المدير، هلا خلي لك كل الركاب يضلوا يقولوا له يعيش 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 من وقت ما تطلع الطيارة لوقت ما تغطوا وتنزل بالمطار. لا 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 مش لهالدرجة، أنا عم بطلب منكم تكرموه مثلا بفنجان قهوة كل نص ساعة، بالغدا يكون على ذوقه مش أكثر. خلص سيدنا ولا يهمك، يعني خلي لك إياه ينبسط، ينبسط بشكل حتى يلغي رحلته ويقرر يرجع معي على نفس الرحلة. أكيد أنت عم تفهم علي شو عم أطلب منك. لا أنا عم بفهم بس بزعل حضرتك تليفون مدامتك خربت جهاز الاستقبال اللي عندك، لذلك أنت ما عم تفهم من إحنا عم نفهم. شو ما بيفهم ما بيفهم. لما تزعل حضرة المدير أكيد الكابتن بوب شاف إنه تليفون مدامتك زعلك فحب يضحكك هيك قبل ما نمشي، ما هيك؟ طبعا ما هيك. طيب 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 روحوا على شغلكم. حاضر ومثل ما فهمتكم سيدنا نجيب لك شيء معنا من برا ونحن راجعين. لا شكرا. لا يعني ما تحمل هم يعني رصيف وما تحملها سئلة ابدا. شو بدك حتى لو بدك لبن حتى. لا لا شكرا مع السلامة. انا نعم مين؟ المدام؟ يا اخي الا مت. تعلن الخطوط الجويه الفنيه عن قيام طائرتها المتجهه الى علم السعاده، فعلى جميع المشاهدين الكرام التوجه الى الطائره مزودين ببطاقات المحبه. بدون فوضى إذا بتريدوا، أوكي؟ مثلا؟ نعم. وينها؟ مين؟ ده لغرفة القيادة بعده مركزها بأول السيارة. إيه وين بدك يحطوا لك إياها؟ على السطح؟ لا لأنه كل شيء بتحطيه بمحله وترجع ما بتلاقيه بمحله بهالأيام. كيف؟ لك قلبي مثلا، قلبي كل عمره على الشمال. بس شايفك صار على اليمين، ليه دخلني؟ كابتن، تفضل على غرفة القيادة، بظن تأخرنا على الرحلة. حاضر، يقبروني الحلوين بس نرفزوا. على إذنكم. يلا شباب اربطوا الأحزمة رح منطير. حنطير؟ وين الأحزمة اللي بدنا نربطها؟ كابتن كابتن الطيارة ما فيها أحزمة، شو بنقول للركاب؟ ما فيها أحزمة؟ لا ولا شو الأحزمة؟ مين عم بيطلب أحزمة؟ أنت عم بتطلب أحزمة؟ اطلع هو حدا يطلب شيها؟ كلكم تكمشوا ببعض أحسن ما توقعوا، كمشوا ببعض لشو؟ ما بقى حدا عايش لأنه مجهول. عن إذنك يا أم دخلي شو بقول كابتن؟ ما بعرف شخشب لي مخي. ليه؟ امبارح كان انسان متزن وخجول، اليوم قلب 180 درجة وصار وقح. ولو بدها سؤال بس قبلوه بالوظيفة ارتاح نفسيا. ايه يا اخ يا حبوب. نعم. يا معلم. نعم. مش حضرتك متيادة الطيارة اللي معي؟ بلا يوم وعابة بدنا نطير. ضرورة عيني تدير لوحدك وتركني نام. لا
بتركك تنام يا حبيبي ورحلة حتكون. سيداتي وسادتي، مع تحيات الكابتن بوب، بتمنى لكم رحلة موفقة مع المرح والفرح والسعادة وبون فواياج. اوكي. الركاب اكثر من هني خايفين. خلص تركوا بعض وبركي وقعنا. ما رح توقعوا، ما صرنا فوق الخيم. بس كنت دغري انا خايفين اكثر منه. طيب انا برايي تخبي خوفك لبعدين. امتى لبعدين؟ للنزله. كابتن. هلا. اسمعيني، لمين معنا بالفيرست كلاس؟ شو مين معنا؟ معنا مع معالي الوزير اللي وصلنا فيه المدير. معالي الوزير نزل من اول الرحله. شو عم تحكي؟ نزل؟ نزل. كيف نزل؟ نزل بالباراشوت وقال للتوبة اذا بعد بعيده مع هيك كابتن. نزل بالباراشوت؟ الله يوصله بالسلامه يا رب. ليكي يعني الفيرست كلاس فاضي لكن؟ لا مش فاضي، في معنا مفاجأة. مفاجأة؟ لحقني وشوف. حاضر. يا رب. يا رب بس ما يطلع خي ابراهيم ويكبشني ويفضحني هلا يا رب. ودي هي لك حاج نايم، قوم بقى خلصنا سوق الطياره عند مشوار على الفيرست كلاس وراجع. قوم. مش معقول شو هالرجل هذا. اهلا وسهلا بالست سعاد محمد. يا هلا. اهلا وسهلا بالست اسعد. يا اهلا وسهلا. لما انهلق في غرفه القياده قالت لي عنا مفاجاه بالطياره. فعلا شفت من كلمه المفاجاه لانه بتخوفني مفاجاتها دائما. ليه؟ لانه دائما بتوقعني بمقارب. أول مرة لقي المفاجأة أكثر من مفاجأة هي وجود ست سعاد محمد معنا بالسيارة. يا رب يخليه. أهلا فيكم. يا أهلا وسهلا فيكم. ست سعاد محمد، إذا ذكرنا التاريخ فالتاريخ الفني العربي بقول ست سعاد محمد يعني سيدي مطلقة على التاريخ، متوجة على التاريخ من حيث الصوت والغناء. قديش العمر الفني؟ ليه بس؟ لا يعني بس عشان كده يعني انت عارفه يعني عشان مدام بس. انا قلت العمر الفني يمكن انت ما درستيه. عمر الفني ما انا عارفه هو عمر الفني ما هو الفضيحه ولا الفضيحه. يمك اقول طب العمر. عمر الفني سنه 48 انا اول ما غنيت. اول ما غنيت بس كنت طفله. صحيح. مش كبيره. قديش يعني كان عمري؟ يعني قولي 10 سنوات تقريبا. عشر. تتذكر شيء أول أغنية غنيتيها ست سعاد؟ أول أغنية غنيت لأم كلثوم. لأنه ما كانش عندي ألحان. غنيت افرح يا قلبي، غنيت الليلة عيد، أغاني أم كلثوم. بعدين صار عندي لما مشينا شوي بمشوار الفن، أول ما غنيت دمعة على خد الزمن، مظلومة يا ناس، غريبة والزمن قاسي، أغاني الله الله. دول أحلى أغاني. هذا التاريخ اللي يعني شهرتني الحقيقة بالأغاني. طيب خلينا نسمع شوي من دمعة. دمعة باعتبار دايما انا بعرف الفنان انه اول يعني اول عمل فني بحياته بيبقى مؤرخ بذاته وبيؤرخ ذاته. دمعة على خد الزمن ودمعة على خدي، دمعة على خد الزمن ودمع على خدي. ليه دمعتك يا الزمن؟ الدمع ليه واحد؟ دمع على خدي الزمن ودمع على والله بيطلبوها مني تصور لهلا. رائع. طيب انا بعرف في اغنيه لسيد درويش اللي بسلسله الباشا. اي دور انا هويت. انا هويت. اي غنت فيها بفيلم فيلم بمبا كشر. بس ما حطوها كلها. أي. حطوا مقطع منها زي بعضه. بس ما في شك انه دور كان دور عظيم.
وانا الحمد لله اديته كويس. طب هلا لا انا هويت لا بده عايز يعني موسيقى. ما والله ما بده موسيقى مع صوتك، الموسيقى بتحرق. اليوم نحن سعداء بوجوده، نعتبر سفركم الزوجية السعيدة مع رحلتنا الفنية السعيدة تشكل كفل واحد. بدنا نعرف كيف الأستاذ أسعد تتعرف على سعاد وكيف التقيوا هذا اللقاء العاطفي الحب، لأنه أنا بعرف الفنان مثل وردة، إذا ما في حب بغذي ما بعيش. يقال الإذن تعشق قبل العين أحيانا. طبعا فنحن طبعا بنحب الطرب، وكنت اسمع يعني انا وهيك شباب. نعم طبعا نسمع الست سعاد. بلاش شباب كان... لا يعني كبداية كنت من المعجبين بالست سعاد. طبعا ف في يوم هيك كنا سهرانين في البيت عايز يعني لا في ذكرى انت قلت لي اياها من شوي انه كنت انت دايما تقول لاهلك انك انت بدك تتزوج فنان في يوم من الايام، بس مش عارف مين الفنان. شي 3 سنين او 4 سنين بعدين فعم نسهر العائله، قلت له والله انا بدي اتجوز فنانه. من غير ما كنت تعرف فنانه لها اسم كبير ومشهوره، والحقيقه ما كان براسي يعني ست سعاد او اي. فصاروا هذا يقول صباح، يقول سميره توفيق، يقول قال له ما بعدين بتشوفه. وانت كنت عارف ست سعاد؟ لا لا بس بالاحساس يعني. بالاحساس حلو. ايوه فالى ان ناوي علي من الاول. ماشي سنه واربعة اشهر تقريبا احد الاصدقاء بيعزمني بيقول لي بدنا نروح عند بيت ست مهند فتور، وفي ست سعاد اجت من مصر. فالحقيقه كانت الرغبه اني روح اسلم على ست سعاد ونشوفها شخصيا. فالحقيقه سهرنا سوا والليلة للست سعاد سمعينا، فسمعتنا هيك شوي. شو سمعتك وقتها؟ والله على ما اذكر انتظار كنتم انا في انتظارك. شوف انت كان عندك احساس انك تتزوج فنانة وهي كانت في الانتظار. بدنا نرجع نحن شوي يعني تعرفي نطمع لما نلاقي صوت جميل نطمع، وكل انسان بيطمع بصوتك الجميل. برجع معي لفترات ماضي، ارختي بالفترات الماضيه اغاني جميله كثير وعريضه، نوعتي لكثير من الملحنين لكثير. اذا طلبنا منك كمان بهالرحله هلا اللي كلها صفاء ومحبه بوجودك، سمعينا شيء من الاغاني اللي مسجله، شو بتذكر حالك؟ طيب
في أغنية جديدة بدي إن شاء الله ححطها على الكاسيت قريب يعني جمعة جمعتين بالكثير. هي بتقول هغنيها يعني مقطع أوكي. على فين يا حلو سايبنا وماشي، على فين يا حلو سايبنا وماشي، ما هو لسه بدري ما نستغناشي. وحشنا خالص والله زمان، خليك مقانس حبة كمان، دي القعدة حلوة ومشبعناش. على فين يا حلو سايبنا وماشي. الله الله, الله. اعطيها خبر بالقيادة يا خديجة اللي رحلتنا تضل لاخر العالم، لف الكرة الارضية مرتين حتضل تستمتع. هلا بهالرحلة الحلوة هاي إذا حبينا نختار أغنية أنت تهديها للأستاذ أسعد، شو بتختاري له؟ بشو بتوعديه؟ بقدر أنا أطلب غنية؟ أنا ما طلبت. بطلب؟ عيوني. أوعدك. الله. بدنا نعزبك معليه. ولو تقبري أنت. على كل حال هذا وعد مني. هذا وعد. لا الاستاذ اسعد طبعا. اوعده. وعديه. وبتوعدينا طبعا انه دايما نشوفك. اوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. اوعدك وانت وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. أوعدك دايما فكرك. الله. أوعدك ولا يوم حنساك. أوعدك دايما فكرك. أوعدك ولا يوم حنساك. أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك، ولا يوم أنساك يا حبيبي. استمعتم. أنا بشكرك على هالوعد. معلش ما تأخذوني لأنه ما في عود ولا في يعني صوتك الموسيقى كلها صوتي. بعدين الآلات الموسيقية ما اختلفنا بعدين، بس الموسيقى يعني بتخلي الفنان يكون مطروب. انا معك انا معك، بس نحن مطروبين كلنا مطروبين كلنا مطروبين. بس بوعدك برحله تانية معنا بهالرحله هاي بنجيب لك اوركسترا بنعبي الطياره كلها. بتوعدينا تيجي معنا مشوار تاني؟ قوي طالما في طياره اجي معك على طول. تهلك حاسه الطياره عملت شيء مثل العاده؟ انا خوفين امالكم عملت شيء قصه بالقياده. شو اسمه الاستاذ يجي؟ لا 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 دخلي شو بقول كابتن؟ بتكون ضاربه كل الاسلاك براسه. لا شغله يا الله شغل لي بالي ما يكون في شيء. لك ما تخافي بكون عم يعمل سبور. سبور؟ حدا بيركض بالسياره شو هي كورنيش؟ ليش بعد ما توظف حضرتك بقي السياره؟ ولك صارت تنبر البلديه. شباب دخلكم شباب، حدا منكم معه مفك براغي بجهته؟ شو؟ بقطيع عم تسمعوا كمان؟ مفك براغي. شو مفك براغي؟ كابتن لسنا معك عدة زوا بالكابين؟ ايه مزبوط ذكرت. يا الله منيح ذكرتينك. اتاكوا لك بدك تتجاه؟ لا ماشي وقع جناح الطيارة. شو؟ وقع جناح الطيارة؟ امان دخيلك يا مسيو هالدنيا. امان امان دخيلك بالوقت بيقطع عقدك هلا. امان مثلا؟ نعم مثلا الله يخليك. شوفي لنا شباب اذا حدا معه بنسى. بنسى لشو؟ بنسى لانه الموتير رح يوقع ولازم شده. يا عمي يا عمي ما تخافوا، هيدا اشياء دايما بتحصل معنا بالسيارة دايما. بيوقع المطار؟ لا ما شو عم بتقولي لنا ما تخافوا؟ عم طمنكم بس. الا شو اسمه اللي يا الله يا الله دخيلكم يا عمي فهمونا شو عم بيصير. يا عمي رح خبركم، بس اذا حدا منكم بخاف يسكر دينيه. خبرينا دخيلك خبرينا. خبرك وقع مطار سيارة. وقع مطار سيارة؟ لك يا عمي شو عم بغطى عقدكم واحد ورا الثاني. عمار عمار الورقة معك؟ لا ما معي. يمكن معي يمكن. هلا؟ نعم. معقول الطيارة تضل طايرة بلا جناح وبلا موتور؟ ما بفتكر. بتفتكري انه يعني رح نخلص؟ ايه ما 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 بفتكر. يا ملعون يا ملعون
تعال لك عم بوطا، اذا ثاني مره نزعت بشرفي راح اصلح لك الجناح ولا نزول. ايه خلصنا يا حبيبي، ما كنتين كنتوكم نايمين؟ شو نايمين بوتيل السعادة هون؟ عمو هلا مش نايمين، غاطت عقلبن. غاطت عقلبن؟ من شو؟ لأنه وقع موتير سيارة. ولا وقع موتير سيارتي مش سيارتكم. نعم؟ موتير سيارتي اللي وقع موتير سيارتك؟ لا وضروري ترعبني وطلع بالركاب بهالطريقة هاي وطلع بالمشاهدين. لك عريس يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا على امريكا على اثينا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب امتى منتجوز يا حياتي ونخلي امك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني اي وانت جمالك شو بيعجبني ما عندي فلوس ولا عندي قلب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب نظرة لهالشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب ساعدني يا رب باي باي يا شاب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب ستوب تاكسي؟ لا سيرفيس يبعث لك عريس يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا على امريكا على اثينا عفرنسا وعجبال الارض عكل الدنيا فيها حب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب انت منتجوز يا حياتي ونخلي امك حماتي ونعيش العمر بطبل وزمر وضرب وحرب وزعل وحب روح دور على غيري يا ابني خلصني حاجي تتعبني اي وانت جمالك شو بيعجبني ما عندي فلوس ولا عندي قلب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب نظرة لهالشاب ما عندي قلب كرمال الحب ما بدي حب ساعدني يا رب باي باي يا شاب
يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عشنا الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عشنا الحب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عشنا الحب. وعيتي برهون؟ نعم ماما وعيته. يلا قولي له يطلع يتروق قبل ما يروح. عامل بوستيابه. لوين رايح بالضبط؟ رايح يشوف مدير الشركه ويخبره كيف انخطف امبارح. من عاد راح امبارح على المطار؟ كيف بده يروح؟ اذا كان اللي خطفوه تركوه بالليل، في اداره بتفتح بالليل. جود مورنينج مس مسز، هاو ار يو؟ شرفي هذا البرنات تبينه معلق بالتوتي على بكره. هي يا بريكفاست، هاي ترويق تخيط انطروا ليجي. ولا تاخرت على شغلي. على شغلك ولا على شلة الانت؟ لا لا على شغلي، على شغلي. شو عم تشتغل يا زلمة؟ والله عم بشتغل بشركة، أصحاب الشركة قالوا لي ما تحكي قدام حدا. وشو موصفينك فيها؟ كاتب أسرار الشركة؟ أنا بتحاول توقعيني عند بكرة ما راح أحكي. هيني قالوا لي ما تحكي، هاي شركة إلها نظام وأنا بحترم الأنظمة. طبعاً، شركة زعرنة وقلة حياه. لا، شركة محترمة. وأنا فيها كثير محترم. احترام اسم الله على احترامك. وشو اسمها هالشركة؟ أكيد يا شركة كذب يا شركة سرق وهروب. أوكي، ما مصدقين؟ حاضر. وإذا أعطيتك 50,000 ليرة بتصدقي؟ لمين؟ لإلك، وإذا الله وفقني كل يوم بزبونات مثل ما توفقتيهم امبارح، كل يوم حجيب لك قدو. من وين سرقوا؟ لك عبالك من شغلي، من شغلي. اي شغل من وين؟ لك من شغلي. بدك تعترف، اعترف ما نجيبه احسن ما اجيب اكلك. لك تخيلي حتخنقيني، حتخنقيني وانتم ماخذين رقبتي بايدي. قلت لك اعترف احسن ما هلا اخن ابو مغطك يا رقبتك، ما نجيبه هاوجه. وحياتك يا ماما، من الشغل، من الشركه محل ما بالشغل، الشركه السريه. ها ها، اعطينا عنوان الشغل وانا وامك بدنا نروح نعمل لك زياره ونشوفك. على الشركه؟ ما الشركه اليوم مسكره. ليه فلتت الشركة؟ لا بس مرته صاحب المدير امبارح ماتت يا حرام، اليوم دفنا. حجبك هي اول ست بتموت قبل جوزها. قوم رجع المصريات مطرح ما سرقوا للناس اللي سرقت منهم. قوم قوم خلصني. قبلك هدول لقلك لقلك. لا مش لقلي، انا ما باخذ مصاري سرقوا الحرام، فهمت؟ لك انتم ما خرج واحد يعطيكم، لازم يضل على طول ياخذ منكم. اوكي. نحن بقرش الحلال مش قادرين نعيش، بدك تعيشنا بالسرقة والحرام؟ اوكي. اوكي. تربزتني هلا. شو في؟ شو بقى مش زعلانة؟ حق عليك، عرفت امبارح خيك انخطف، لا جيت ولا سألت عليه ولا قلت كلمة لأمك تخليها تحبك، زعلت. شنطك خيي حبيبي امبارح انخطف. ليش ما عرفت؟ ما بتعرف، أنا جيت آخر الليل كنتوا كلكم نايمين، نمت مثل القتيل. أين تنخطف؟ ولا كل الناس عرفت. لك بس أنا ما عرفت. مين اللي خطفه؟ امبارح هو نازل من هون على بكرة، ثلاث أربع من التمين هجموا وخطفوه، لا شافن ولا عرفن. إن شاء الله ما ضربوه. ولا حكي معه كلمة، سرقوا له البدلة وعطوا ثياب من عندهم وتركوه بالليل. لك إيه؟ أخذوا له مصاري شيء. ليش حضرتك ترك له مصاري بجيبته؟ فبري عم صار لسانك اطول منك. ليش بتزعلك الحقيقه؟ اي حقيقه انتو بتعرفوا حقيقه؟ الحقيقه انه نبيل دايما هو الاصغر، بوب هو الادمي. قومي 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 اعملي فنجان قهوه. ما بدك شاي؟ شاي؟ انا بشرب شاي؟ لمين عامل شاي؟ لخيك بوب. ليش لوين رايح بكره؟ رايح على الشركه ليحكي للمدير شو صار معه امبارح، احسن ما يدشوه من شغله. ليكي روح اعملي لي فنجان قهوة، الله يخليك، بس يكون مغلي 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 مغلي، وتكون القهوة يعني هيك مثلك حلوة. لا مرة. يلا فكرة.
بوب بوب اوكي نبيل جاي انت بتطلع لانه تكبت لك شاي قبل ما يبرد. صباح خير نبيل. صباح خير. شو عم بيخبروني امبارح؟ كنت مخطوف؟ مريت على سلامي وما عرفتهم؟ اللي حرق قلبي اللي عرفتهم لسمعت صوتهم. انت مين قال لك؟ هلا هلا اختك بعد عم تقول لي. وين كنت امبارح طول النهار؟ كنت فوق شو؟ فوق السطح؟ لا فوق غصبي كلمونا. ما كنت شغل. شو عم تشتغل؟ خيي انا كنت بحكي باصحاب الشركه اول ما طلبوا مني ما اقول لا مع مين ولا عند مين. الجماعه حريصين ولازم نحترم رايهم. اي ساعة جيت امبارح؟ جيت متأخر. كنتوا كلكم نايمين. بدك تقول كنت بوب بوب لا 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 ماما ماما شو جعلان؟ شو بيك؟ تدلني شو بيك خيك؟ بعلمك عم يحكي معي شوي نايم. شو الظاهر امبارح مش نايم؟ برهوم؟ ابراهيم؟ وبتقبر لما بدك تروح الشركه؟ هلا اذا كان امبارح مخطوف اكيد بكون تعبان ونعسان. بلا شركه حرام خليه يفوت ينام حرام. انت حمول خفيف. برهومتي قوم تقبرني ما بدك تروح المطار؟ حس حالي نعسان وبدي نام. خلينا على الاوضه. تعا تعا فز سعيدي بخير تنفوتوا على التخت. نادية نادية نعم ساعتي امك تتركيها تحمل خيك لوحدها؟ لا ما شوفها لذوق. حاضر يا مزوج. مالك حبيبي؟ لا 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 ولك عمالكم عليها هلا بتوقعوه. شو نايم؟ نايم يا دليل يا دليل. اكيد اللي غاطفينه امبارح معذبينه. طبعا معذبينه لانه افتكروه انت. ليش كانوا قاصديني لالي؟ لكن قاصدين الادمي يا ادمي. اخ بس لو عرفن او شافن او عرفني مين. شو كنت بتعمل يا عنتر زمانك؟ بتروح تضربهم؟ لا ليه بدي اضربهم؟ كنت وين ما بشوفهم تاني مره بهرب من طريقهم احسن ما يخطفوني. لا سلمولي على برهوم وقولوا له ما يحمل هم ابدا. شو بده مصاري انا جاهز. حرام حرام برهوم خيي. خيك الله غني عن المصاري الحرام خلي لك اياهم. اوكي انا عملت واجبي وخلص. اوكي جود باي ايفري بادي جود باي مس جود باي مس. اوكي ليش ما يخطيهم منه؟ بكره بيشرفهم. روح على مدرستك على بكره هذا مش شغلك. نبيل قلبه طيب وحنون بس انتوا ما بتفهموا. اذا كان حنون وراح اوصلنا للجنون كيف لو كان مش حنون؟ شو بدنا شو بدنا؟ 20 ليرة 120 برافو حبيب. شو يا حبيبي؟ امبارح اوعى يكون شافكم ها؟ ولا سمع صوتنا. اكيد اكيد برافو عليكم. يمكن باليومين اعطيتكم بخدمة جديدة. في دفع؟ شو دفع؟ كاش دولار. طب ما تخاف لك نحن جاهزين. مين معه سيارة منكم؟ في وحدة برا. أما المعدلك توصلني لأنه عندي تليفون ضروري وبرجع لكم. ولا يهمك. أوكي؟ أوكي. الربح لإلي. ألو؟ ألو؟ نعم. نعم نعم. هون بيت الكابتن بوب. مين بيريده؟ توني الخطوط الجوية الفنية القيامي صاير. الو الو وانا مدير الخطوط الجوية الفنية. مدام الكابتن بوب وين؟ اهلا حضرة المدير. اهلا الكابتن. الكابتن مين؟ العصابة؟
في الشركه؟ الكابتن تعبان ونايم. نايم؟ عنده شغل ونايم؟ لا حضرت المدير، لا نايم تعبان لانه امبارح خطفوه وتركوا غير لله. خطفوه؟ ايمتى خطفوه؟ الناس ما بيعرفون، صلحوا البدله الرسميه اللي عطيتوا اياها. ماي مدام، اذا بدله المطار ما قدر يحافظ عليها، معقول يقدر يحافظ على سياره فيها مئات الركاب؟ نعم، قايل له خليك بالبيت، هيك بيقول لك المدير. لكن حدث المدير، قايل له بيقول لك المدير اوعى تخليه يشوف وشك ابدا. نعم، خلي بالبيت لانا ابعت ورا. مفهوم مدام؟ اوكي، حاضر حضرة المدير، حاضر. يدل يدل عليك وعلى حظك يا ابراهيم، يدل عليك وعلى حظك يا ابني. شو قال لك؟ شو قال لي؟ دشروه من الشركه وقال لي المدير اوعى ابراهيم يطلع على المطار الا ما المدير بنفسه يرجع يعطيه خبر. أمار وين كنتي؟ رحت لشوف المدير، لقيت عنده اجتماع. وكابتن بوب بزع؟ ما شفته، بس أكيد عند المدير. دوازيل؟ نعم مدام. دخيل عينك دوازيل، بلاقي عندكم شوية حصرو. حصرو؟ شو هيدا حصرو؟ العنب بأوله. آه اللي بياخدوه لعبي وحمو. إيه هيدا يلقني عقبالة عندك إن شاء الله. ما تاخديني مدام، لأنه عريس السيارة ما حملت هالسنة. تكون الجولة الفنية عن كل قيام طائرتها المتجهة إلى عالم السعادة، فعلى جميع الركاب أخذ الحيطة والحبل للسفر المفاجئ. وشكرا. كيف حالكم؟ هنوني بالسلامة، هنوني. هلا أمال، رحتوا بيك؟ شو بيك متأخر على شغلك؟ لك الله خلصني بأعجوبة. من شو كابتن؟ لك واحد مجنون هون قدام السيارة قدام المطار برا على الطريق غمشني وقال بدي اياني يطير قدامه. يطير بالسيارة؟ لك لا شخصيا، مجنون وفاتني معه، بفتكر الكابتن اللي بيطير بالطيارة بيقدر يطير مثل عصفور. وين شفته؟ هون برا قدام المطار. وكيف شكله؟ شكله طويل وقصير مدعبل. كيف؟ طويل قصير مدعبل. ولك كيف طويل؟ قصير ومدعبل. ما بقول لك مجنون، مش طبيعي. انا اذكر لشوف ركاب. منيح المأذين، رح يدوخنا هالكابتن. ليه؟ ولك في بالعالم رجال طويل قصير ومدعبل؟ في مجنون اللي شافه. ليه ما حدا مجنون غيري وغيرك قال طويل قصير ومدعبل؟ قال يا اهلا اهلا. نعم اتذكرتني؟ نعم انت تذكرتني؟ انت سمعني؟ في سمع فيك. انت تذكرتني؟ ايه تذكرتك. ليك مش انت امبارح جيت معي بالرحله؟ وزي مظبوط. ايه واليوم بدي ارجع سافر. ولو جيت امبارح مسافر اليوم. طيب انت لحقت تشوف اهلك؟ لا ما شفت حدا وما قدرتش اوصل على البيت. شو عم تحكي؟ ما قدرت توصل على البيت ليه؟ يا خيي بتذكر من 30 سنة. نعم كان في منطقة اسمها البرج. ايه ايه برج رزق عرفت. نو ساحة البرج. برج برج المر؟ نو ساحة منطقة كبيرة اسمها ساحة البرج. اه ايه هاي كنت اطلع منها عبايتها. تطلع ايام البرج. ايه تذكرت. ورحت راحت على البرج؟ لا قالوا لي الطريق من هونيك مسكرة. اه مسكرة ايه. وشو عملت؟ كيف وصلت عبايتك؟ اخذت سيارة. نعم قلت له للشوفر وصلني على ضيعتنا. وصلت؟ لا قال لي اذا كان بدلني على الطريق الضيعة مستعد وصلك. وطبعا دليته. دليته ما كانش يفهم علي. قول ما في حدا عم بيفهم على حدا بهالايام. عرفت كيف؟ ما بيستعتب عليك. وشو عملت بعدين؟ كيف وصلت؟ قل له ياخذك عن الطريق الثاني. قلت له، قال لي الطريق مسكره. حق عليك، قل له ياخذك عن طريق المتحف. كمان قلت له، قال لي الطريق كمان مسكره. عن طريق الجبل. طريق مسكره. عن طريق الدوليه. كمان مسكره. مسكرها بوشي انت، ليه عم تسكرها بوشي؟ مش انا عم سكرها بوشك، هن مسكرينها بوشك وبوشي. لكن كيف وصلت على بيتك؟ ما وصلت؟ قالوا لي تطلع على الضيعه بالبحر. الضيعه بالبحر؟ رحت بالشخطوره؟ لا، كيف بدي روح على الضيعه بالبحر بالشخطوره وضيعتنا ما فيهاش بحر؟ ما فيها بحر؟ لا.
لكن خليك عنا هون بالمطار مستر حسين. يا اهلا كابتن. كابتن المدير طلبنا لاجتماع ضروري. ولك بأمر العيون الحلوين. المدير اللي طالبك مش انا. لكن ما بعرف ليش كل ما اشوفك قلبي بيعمل هيك كابتن كابتن كابتن. ليش قوي؟ بده يكون قلبك عم بيقصي. فرجي لدكتور. والله اليوم فرجيته للدكتور وصف لي هيك هوستز عيونها حلوين. صرفت الرشاشة؟ لا والله ناطر صيدلية قلبك لا تدفع. صيدلية قلبي مسكرة. قطيعة كل الطرقات مسكرة حتى طريق قلبي. فتح على الاجتماع. يقبر لي البطيخ الاصفر. النداء الثاني لإركاب الطائرة الفنية. كونوا على استعداد للسفر وشكرا. كيف بوشيتون حلو سيدنا؟ اخذوها من جوا معلش. أمل؟ نعم. ليه ثيابك مشعلتين؟ لبستهم بلكوي لأني تأخرت. وشو اللي أخرت؟ الكهرباء. ضليت ثلاث ساعات ناطر الكهرباء لأكوي ثيابي، لا أجيت ولا كويتهم. ما عندك غيره؟ عندي بس بالغسيل. وليه ما بتغسليهم بتتركيهم احتياط؟ المي مقطوعة من الجمعة، كيف بغسلهم؟ وحضرتك ست هلا؟ نعم حضرة المدير. لما الراكب بيطلب قهوة المفروض المضيفة تعطيه قهوة. أنا الراكب لما يطلب مني قهوة بعطيه قهوة؟ لا، امبارح زبون طلب قهوة أعطيتيه موعد. مضبوط موعد، بس اشترط عليك الموعد بالقهوة. أنت بس حدا يسألك جاوب. حاضر. لما بتكون الطيارة طايرة وبتفتح الباب شو بيصير؟ بيطيروا الركاب. وليه فتحتي لهم الباب امبارح؟ الكابتن بوب هو اللي أمر نفتح لهم الباب. ليش يا كابتن؟ سيدنا لأنه الركاب كانوا مشاوبين والكونديشن كان معطل. وإذا الكونديشن معطل بتفتح لهم الباب؟ مش أحسن ما يفتصوا؟ لك خليهم يفتصوا. مش أحسن ما يطيروا يسحبوا الهواء وتخرب بيت الشركة؟ حاضر. وحضرتك وين كنت جيت مؤخر؟ كنت عم بوقع خطيبتك. ليش خطيبتك مسافرة؟ لا والله بس من يومين ثلاثة عرفتها واحد صاحبنا هونيك ما بعرفها. قلت له كان خطيبتي. قلت له سلمى خطيبتي. امبارح الملعون شافني عند عبكرة قال لي سلمى مرتي جوازها. طيب تفضلوا على شغلكم وانتبهوا احسن ما تطيروا كلكم من الشركة. حاضر. ولازم تعرفوا انه شركتنا الوحيدة اللي بتعامل بنظام وبتحافظ على النظام. حاضر. يلا تفضلوا على السيارة. تفضلوا. على إذنك. نعم. نعم. تحت أمرك. تحت أمرك. تحت أمرك. طيب خلص خلص. إيه. حاضر. الله يخرب بيته الجوازين. لك شو المدير اللي عندكم؟ شو المدير قاسي كثير؟ ياي الله يرحم اللي كان قبله. كان قاسي مثله؟ بالعكس كان طيب. طيب؟ طيب ما بتقولي الله يرحمه كيف طيب؟ قصدي كان انسان طيب وكان مضيع نص وقته هو يدور على اسم جده. لا لكن هيدا احسن بكثير. كيف؟ اذا كان هيداك مضيع نص وقته وهو عم يدور على اسم جده، هيدا حيضيع كل وقته وهو عم يدور اسم بيه. ولك الله يخلصنا من كل هالشغله. في طريقه واحدة بتخلصي. شو هي؟ حبيني بتخلصي. عن اذنك. الله معي. الله الله وقعتي لي قلبي. ليش قلبك علي؟ قلبي عليك وعلى عينيك انا خايف ما تصيبك عين من شان هيك ركضت عليك حتى اسال قلبك وين قلبك وين قلبي عليك وعلى عينيك انا خايف ما تصيبك عين من شان هيك ركضت عليك حتى اسال قلبك وين قلبك وين لازم يلاقي المفتاح
ما تعدي من كتر الكذب انت يم الصوت العذب ناطر اسمع منك كلمة فيها نغمة رقص قلبي مشغول مش فاضي لا قلبك فاضي ومش راضي قلبي مشغول مش فاضي لا قلبك فاضي ومش راضي حاجي تتعبني عالفاضي انت المستقبل والماضي قلبي عليك وعلى عينيك انا خايف ما تصيبك عين من شان هيك ركضت عليك حتى اسأل قلبك وين قلبك وين بحياة الله حبك والله برمل يلا خافي الله بحبك والله بحبك والله 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 اي 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 قوم لوحدك لميني قوم لوحدك لا لمين عشان لمين عشان شباب تركها هلا بيجي صاحبها بيخدم هلا إذا شلت ما إلى صاحب بتصير التكتك على غيابه؟ لا ليه؟ من هيعرف تكتك ما سمعتيها تك 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 شو؟ دركا وبعد عنا دركا شو عم تلعبي لها بكرة؟ ولك ما يكون فيها إملة إملة؟ خليني اتفرج عليها ولك اوعى دركا خدتك هيدي فيها إملة يا تعبتوا إيه؟ تعبتوا إيه؟ خليني شو؟ ولك دركا امشي على السيارة هلا بتنفجر بتطيرنا كلنا سوا يا مشي. جماعة إذا في إملة شو لازم نعمل؟ لازم نهرب ناطي حدا يشجعنا طالب الخطوط الجوية الفنية عن قيام طائرتها المتجهة إلى عالم السعادة فعلى جميع الركاب الكرام التوجه إلى طائرة مزودين ببطاقة السفر المغلفة بكلمة المحبة وشكر نقطع نفسي نقطع نفسك وبدك تتجوز ما بيتولد لا لأن بقولوا الزواج بأثر النفس غريب أنا بسمع أنه الزواج بأثر العمر مش بأثر النفس اتفضل على غرفة كابتن لك بأمرك يا نفسي إيه مرقيني اتفضلوا يا عمي على محلاتكم عمهلكم نحن منساعدكم إذا بتريدوا بدون فوضى عمهلكم يا جماعة روح شوي شوي تفضلي مدام عمهلك مدام طبعا الابنة شو كيف جيبك لوين بعدك لحالنا هذا اللي معه يا استاذ يا استاذ نعم هيدي الشنطة لإلك نعم طب وشو فيها فيها منبه ساعة كبيرة يعني قبلة لا لا شو فيها منبه يعني ساعة حتى كل ساعة يرن ويذكرني حتى اخذ حبة الدواء شفتي صار وقت حبة الدواء الحقيني بكباية مي الو 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 الكابتن بوب بتمنى لكم رحلة موفقة مع المرح والفرح والسعادة وبون فوياج اوكي اكشن في معنا شخص دايخ بدي اعطيه حبة ضد الدوخة طيب روح شوفي انت الفيرست كلاس وانا باخذ الدوخة اوكي مين مسيو دايخ نعم تفضل حبة لشو غريب شرب الحبة اللي طلبتها شكرا تكرم هلا وين كنتي في معنا مسيو دايخ هون اعطيكوا حبة دوخة عرفت قالت لي امال شو عطتيه بأي حبوب؟ هيدون بس هدول ما بيسوا سوا؟ هدول إذا واحد بيخاف من ركوب الطيارة نعطيه حبة من هيك بحس حاله راكب سيارة هيدي بيركب بسكليت هيدي موتوسيكل ما عطتيهم هدول ما بيسوا منهم خبرك من أي واحد هيدا طيب أوكي روح تبين على الكابينة أنا جاي يلا أوكي أوي بعطيه من هدول مين من سودايك هون شباب؟ حضرتك؟ لا تواليت تواليت تروح دغري دغري اول شارع ما تطوط منه ثاني الشارع الثاني اللي بعده في شجره هنيك طياره موقفه بتمرق من حد منها بتلاقيها هنيك
ثانك يو. الله معك. روح. شباب مين فيكم سوداي هون؟ نعم. مين؟ نعم نعم. حضرتك؟ نعم. تفضل. تفضل يا زلمه. شو هيدا؟ حبه حبه. فوت حبه. واقف حبيبي واقف. واقف ما تخاف. شو خوفان؟ فوت حبه. كده اشرب مي. لعبتها؟ تعال شو؟ نعم. كيف حاسس؟ بعدني مثل ما انا. ما تغير شيء؟ لا. ولا شيء؟ ابدا. سيقول حبه ثانيه لشو؟ حبه ثانيه؟ خذ حبه ثانيه. يا عمي لا. شو هيدا الله؟ شو هيدا؟ ما تسأل ثاني مره، مش واحد الا خذ تاخذ وبس. هيك لهون، خذ حبه وخلص. خذها. خذ اشرب وراها المي. نعم. كيف حاسس هلا؟ ما تغير فيي شيء. ولا شيء؟ ابدا. شيء منيح؟ نعم. خذ بعض حبه لشوف. ايه محبه ايه ما ايه ما شو مستحي؟ خذ مي. خذ حبه بعض. خذ مي. خذ حبه بعض. خذ مي. دع. وهلا كيف حاسس؟ حاسس حاسس حالي مطفوش وراح يوقف قلبي. راح يوقف قلبك؟ ليك ما بقى فيه ولا حبه، ما بقى فيني اعطيك ولا حبه. فهمت؟ ليك؟ نعم. فيني اسالك سؤال؟ تفضل. ليه عم تعطيني هالحبوب؟ لانك دايخ حتى تصح. مين قال لك انه انا دايخ؟ المسهلة. انا مش دايخ. انا اسمي عبدو الدايخ. نعم؟ اسمك عبدو الدايخ؟ شو طمني صح؟ صح؟ مات الله ينتقم منك. طلع اسمه عبدو الدايخ مش دايخ. يا مبسوطة؟ لا. خدي خدي حبة. لشو؟ خدي حبة. انت الحقيقة. هلا خلصي. كابتن. لك يقبرني الباذنجان لمكابتن. طالبينك بالفيرست كلاس. لك شو بدك بالفيرست كلاس؟ هلا قولي لي انت يعني انت مخطوبة ولا مش مخطوبة؟ لا أنا مش مخطوبة. مش مخطوبة؟ طيب ليه ما قلتي لي هالشيء من الأول؟ ما سألتني، ليش هلا عم تسأل؟ لا يعني كنت هيك حابب خبي لك اياها مفاجأة. قلي اياها هلا. يعني كان في شاب صاحبي هيك مثلي أنا، آدمي مهذب يعني مثلي أنا تمام بدك تقولي. يعني حابب يخطب هيك بنت حلوة فيها مواصفات الجمال، بس على شرط تكون موظفة وإلى معاش، وحتى إذا دشروها من الشركة يطلع لها يعني تعويض محلي. أنت قديش صارك بالشركة؟ اتفضل كلم بالفيرست كلاس. قطيعتي في الحقيقة بتجرح بالأيام. عن إذنك. مش معقول. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا الاستاذ ميزه بياع. يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا الاستاذ وئام الصعيدي. ان شاء الله اللقاء الحلو. امال اهلا يا اهلا. بقدم لكم الاستاذ امال. استاذ ميزه بياع. استاذ وئام الصعيدي المخرج المعروف. تفضل. يا اهلا وسهلا. شو الرحله الحلوه معنا؟ لما خبرتنا أمال هو وأنا كنت في الكابين إنه في معنا مفاجأة وبدهم قهوة وما ياخذين قهوة ومش دافعين حقها. استغربت كيف مش دافعين حقها؟ مين مش دافع حقها؟ قلت مسكرين الباب لا بدهم ياخذوا فنجان القهوة ولا قابلين نحن نفتح الباب لنعطيهم القهوة. ما عرفنا السبب شو؟ إن عرفنا إنه في عنا مفاجأة لطيفة وحابة هي إنه نحن نلتقي معكم. باسم شركة الخطوط الجوية الفنية. بنحييكم بنحيي الفن في لبنان بوجودكم أكيد. أستاذ ميز البياع نحن بنعرفك سيدة الأيام صلى الله عليك سندباد. السندباد الطائر من بلد لبلد 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 لدرجة انه بالبيت اذا سأل عندك الانسان ما بيعرفك باي قارة من القارات موجود. فلوين مسافر معنا؟ هلأ رايح على امريكا. طيب هلأ قعدت بهالمطارات ما بتوحي لك هيك بشي اغنية مثلا الانسان اللبناني يلي هو كل يوم ببلد يعني كل يوم له مخدي كل يوم له تخت كل يوم له اصدقاء جدد ما بتوحوا لك بشي هيك؟ لا شك انه هذا هو سر نجاحنا نحن كشعب لبنان او الاحرك الفنانين اللبنانيين. اكيد. لانه لا شك انه الاغتراب اللبناني عمل صله وصل كثير سريعه بين الوطن الام والمغترب اللي عايش هون. كان صله الوصل لا شك انه هو يعني الفن كصوره اجماليه من غناء وتمثيل. المهم معنيين دائما مروح على كل البلاد بتلاقي المسلسلات اللي بتنعمل، الحلقات التلفزيونيه، البرامج الغنائيه كلها سبتنا. موجود. حتى الاغاني كلها. لا شك يعني في كثير اغاني بتخطر على بالنا. ف وانا بالمناسبه عملت غنيه يعني من يعني من تتضمن المضمون هيدا. اي شوي سميت اشتقنا يا لبنان. حلو كثير
يخلصوا منا شوي يعني. طبعا بوجودك معنا. اذا تنشت عليك يعني ما. لا ما علي انا ماشي الحال بس ما بعرف مشان امال وهلا يعني بيزعل. أظن أشد المعجبين يعني ميت معركة كل يوم. يا ما بنبقى ماشيين بالسيارة فوق بيتك. الله خليك واقف لحظة بس لنشوف الزلمة وين ذوق السيارة. عامل لك حالي ماشي. اشتقنا يا لبنان اشتقنا الله عنك ما يفرقنا. اشتقنا يا لبنان اشتقنا الله عنك ما يفرقنا. مشتاقين عالحنين هالقلب اللي عندك سبقنا. اشتقنا يا لبنان اشتقنا. طيب بدي اسال سؤال ما بعرف يعني وجود الاستاذ ويام الصعيدي المخرج اللبناني المعروف يعني معك بهالرحله شو سببها؟ عندكم شي فيلم بامريكا يعني؟ هو ما عندنا فيلم عليه وجيب هوليود؟ انا قبض عليه وجيب وبدي اصور فيلم جديد والله؟ لحقني قد ما عم سافر كثير. ايه ما واحد ما بشوفه الا بالطياره انتم. ايه سأل اهل البيت انه وين وقالت له مسافر لقطني بالطياره. انا شايفه بالمطار ناطر وحايس ورايح وجاي. ذكرته بالاول مشبوه بامره. ده بدي اعذبه طيب يصلي. الفيلم يصير له لزه. ايوه ايوه عم حضروا فيلم اكيد. طبعا الاستاذ ويام الصعيدي بصراحه اكثر من يعني في لك سنه وسنتين وثلاثه هو بيعرض علي مشروع كفيلم سينمائي للعراق. ولا شك كابتن لعبة السينما لعبة جميلة وبنفس الوقت خطرة. طيب وبالنسبة لي أنا كثير يعني يعتبر كفيلم أول فيلم لك؟ يعني كبطولة أول فيلم. طيب الفيلم هيدا استعراض؟ استعراض غنائي طبعا بينضم مربوط بقصة حب طبعا عاطفية. يعني فيني لك استعراضي أكثر منه رومانسي. حلو حلو. أنا أقول فيلم اجتماعي استعراضي كوميدي والسوالف. طيب باسم الكرو الموجود معك على السيارة هلا وأمان والكابتن نسمع شي غنية من الفيلم. تكرم عينك كابتن عيني الصبايا كمان سمعك كده أجمل سجان من ألحان الشيخ سليم. كده أجمل السجان كده يحلو الكلام كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام من غير الحب وانت نقول على الدنيا السلام. وقربك يا حياتي بدوبني الهيام كده ما يلوموش عليا ولا يشمت حد فيا كده ما يلوموش عليا ولا يشمت حد فيا كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام كده أجمل انسجام كده 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 يحلو الكلام من غير الحب وانت من غير الحب وانت من غير الحب وانت نقول على الدنيا السلام. حد فيا
ده ما يلومش عليا ولا يشمت حد فيا. كده اجمل انسيجا، كده يحلو الكلام، كده اجمل انسيجا، كده 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 يحلو الكلام. من غير الحب وانت، من غير الحب وانت، من غير الحب وانت، نقول على الدنيا السلام. كده اجمل انسجام، كده 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 يحلو الكلام، كده نتقال المحبه فرحه وشوق وابتسام. من غير الحب وانت نقول على الدنيا السلام، من غير الحب وانت نقول على الدنيا السلام. شو اغنية تاني من الفيلم؟ اغنية كله حلو. اه تتناسب مع وضعنا لانه كل شيء حولنا حلو. كله حلو. اسمه يعني الماء والخضراء والشكل الحسن. البلاد اللي زرتها ما اخذت شيء اغاني جديده مثلا الجزائر في الطعام كلها ما التقيت بملحنين يتناسبوا وهاللون بالتدريب؟ لا شك اخذت من الكويت اكثر من لحن، اخذت من المغرب العربي من عبد الوهاب التوكيل، من الكويت اخذت من عبد الرب الدبيس طبعا، ومن مصر اخذت من سيد بولي فسمعك اغنيه كويتيه تغمني بعد نفس الشيء. حلفت عمري ما شوف صورة ملامح فيها من رسمتي، حلفت اني ما افتح يوم كتاب يحمل معاني اسمتي، حلفت اني ما شوف صورة ملامح فيها من رسمك، حلفت اني ما افتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك، وبمسح كل رسالة حب يا لالا ولا خلي اثر في القلب، ولا خلي اثر في القلب ابد منك، ابد منك، ابد بعد مني. انا بعتبر انه دائما صوت المطرب كل الاغاني تتناسب معه، لكن الظروف مثلا الظرف يطلب الاغنيه الراقيه، بيجيك ظرف بيطلب الاغنيه الكلاسيك شيء. لا بس انت ممكن انت انا ممكن اخر مجموعه طرحت في السوق طرحت اغاني راقيه سواء اغاني كلاسيك، بس طرحت بالمجموعه الجديده اغنيه عيبه كمان، هذا اللون الغنائي بعد ما انطرح في مصر. كيف عيبة؟ يبدو ترم عيبة ما عزيزي انك خلفت العهد ما وفيت عيبة الله، انك علينا كبرت وتعاليت عيبة، انك خلفت العهد ما وفيت عيبة، انك علينا كبرت وتعاليت عيبة، من نسامحك ساعات نجاملك بالرغم على السيئات، ملكتني ظني عيبة. فبرضو كمان دلوقتي بعد سنو شوف من العيبة انه نطش المقابلة هون، لكن انا مضطر في الميز زي عم حتى طلع فيكم
ان شاء الله دائما رحلتكم القادمه معنا، ونوعدكم مره ثانيه موصلكم الى الاماكن اللي انتم بتحبوها، مثلا مارين فوق تيل اللي نزلني هون بنزلك فوق تيل. كيفك كيفك نزلت طيب؟ لو هلا بنروح نزلك اليوم رايحين نصور بدار ابراهيم، ليك نزلنا وليك محل ما بدك، محل ما بدك، بدار ابراهيم عندك هون والنهر قدامك خلص وصل. عفوا قالت لي الباراشوت اللي كنت فينا. ايه الباراشوت، اذا نزلت بالباراشوت خذ لي امل معك الله يطول عمرك، يمكن بس مشان تخدمك على الطريق يعني بدك تنجن قهوه. هو انا مين حينزل معك؟ بدنا لوحدك وين ما عندك مضيع يعني. تفضل مسعود تفضل. مش معقول. نعم مش معقول ابدا. شو مش معقول؟ انا الحقيقه مدموزيل بعرف ناس كتير بيشبهوا بعضهم، انما حضرتك بتشبهيها بشكل مش معقول ابدا. بشبه؟ بشبه مين؟ بتشبهي بشبهي يا قطيعة. ولا شو عم تبكي؟ العيون، العيون نفس العيون. خلص ما دام بشبهها اكيد لازم يكونوا نفس العيون. الانف، الانف نفس المناخير. رح تاخذ كبايه المي ولا برجعها؟ ارجوكي مدموزيل بتريدي تعدي حد شوي؟ عندي شغل. شغل يا عم عم تبكي. خليني اتذكرها شوي. رح تاخد كباية المي ولا برميها فوق راسك؟ مش معقول، مش معقول ابدا. نفس الكلمة كانت تقلي نفس الكلمة. وشو كانت تقلك؟ كانت تقلي بتشرب كباية المي ولا بسكبها فوق راسك. وهي شو كانت تعمل؟ كانت دايما تسكبها فوق راسي وانا موت افقع افقع من الضحك. موت من الضحك لقلك. شو عملتي؟ هو هيك بده. هو قال لك اسكبي المي فوق راسه؟ قال هيك معود. هيك معود؟ ايه روح لك يا عشابي. اسمع معلش ما تاخذنا. يمكن الدموزيل يعني اعصابها تعبت من السفر والشغل والتعب. فاعصابها تعبت فرجفوا ايديها كبت الميات فوق راسك. معلش ما تبكي. كرمالي انا معلش. انسحبت انا لانه انا عم بعتذر باسمها اذا بار. معلش. لك عشبك قطيعة قطعك قصت لي قلبي. فخليني روح اضربها كفين. ارجوك ارجوك ما تضربها بوردي. انا مقهور واحترقت دمعتي مش لانه كبت على راسي كباية المي. لكن لشو؟ لانه ما كسرت على راسي كباية المي مثل ما كانت تعمل المرحومة. مين المرحومة؟ المرحومة مرتي اللي كانت تشبهها. هلا تشبه مرتك؟ اسمها هلا. مش معقول مش معقول ابدا. نقص اسمها هلا كمان. للحياة استاذ بيخلق من الشبه اربعين. والله حق معك تذكرت فيها القصة. بيخلق من الشبه اربعين لكن بينخلق من المجاديب واحد. قطيعة تقطعك عود عود عود. هلا جيبي لي ستار مي. تتذكر بيجي مرحومة انه مرحومة. مدموزيل مدموزيل مدموزيل. نعم تفضل. صار لك ثلاث ساعات مدموزيل مدموزيل مدموزيل. شو بتريد؟ مور الطيارة. لوين مسافرة؟ انت لوين مسافر؟ انا مش مسافر. بتذكر في كنت جاي ودع واحد صاحبي كان مسافر. وصاحبك وين؟ بعرف ما عادت شفته. ايه ما تزعل بتكون انت سافرت هو ودعك. امال شو بكي؟ صار لي سبع سنين بهالشركة بس عمري ما شفت هالضجة والفوضى عم بتصير بهالايام. ليش بس شركتنا الفوضى؟ ما كل الشركات صايرين فوضى. بس مش هالقد. حق معك. من وقت ما اجى الكابتن بوب واهلي ما عادوا شافوني. ليش؟ قد ما عم نتعب هون ما عم بلحق اوصل على البيت لنام دغري بدون هز. وانا مثلك صرت نازلة 3 كيلو من جمعتين لليوم. انت نازلة على الحب. حب؟ حب مين؟ الكابتن. في غيره؟ ولك هيدا خرج حب. هيدا مثل ثلاث ارباع الشباب هالايام بيتظاهر بالحب ليفرجي اصحابه انه عنده حبيبه. عجبك شو عمل معي اليوم؟ شو؟ فت على الكابين اللي عيط له، طلع فيه وقال لي انت مخطوبه؟ شو؟ بده يخطبك؟ لا، قال في واحد صاحبه بده يتجوز وعم بدور على بنت يكون معها مصاري وموظفه بمعاش محترم وإلها تعويض محرز. شو؟ عجبك؟ هيدا اكيد عم بمشط لدقنه، بس مستحي يقول لك انه هو.
وانت شو قلتي له؟ تركته وظهرت لاني لولا شوي كنت رح سبته من شباك السياره. تجي نعمل فيه مقلب. شو نجوز بنت من بنات المدير؟ فرحه ومرحه. ايه بس حرام بشعين كثير هيدا الطميع اللي مثله. ولك لازم يوقع هيك وقع مشان يتربى. اه بغي كل هون دكتور. ولك خلص حبيبي سامعك. ايه طيب اوكي اوكي يلا معك كابتن. نعم كابتن. ولك نعم شو بلا مربى انت؟ شو في؟ في عنا بالسياره مشكله عويصه. حدا نزل حاله من الطياره؟ لحد هلا لا بس في معنا ست عم بتولد. عم بتولد؟ ايه ايه مبروك. شو بدك اعمل لها؟ بعمل لها مغلي؟ طيب تفضل شوف شو لازم نعمل. روح تقلي اذا عنا بالطياره شي دكتور معنا بالطياره. سالنا كل الركاب وما حدا اعترف انه دكتور. ما حدا اعترف انه دكتور؟ وانا شو بدك اعمل يعني؟ كابتن هي مسؤوليتك مش مسؤوليتنا، تفضل شوف شو لازم نعمل، عن اذنك. لازم نعمل؟ شو لازم نعمل؟ يعني صدقت اني اخذت البدله سرقه من خيي لحتى اعمل كابتن. حلو صفي على اخر الايام ضايق، وحلو هي كمان اللي عم تولد تجيب لنا صبي ويطلبوا مطهر. لك قومي انت حجاين بقى. شو في نقصنا؟ هلا بصير مع صفيرة. ان شاء الله بصير معك ريان، قوم ساعدني. بشو؟ قوم معنا ست على الطيارة عم بتولد. هي القصة؟ شو بنعمل؟ معنا هون كتاب بيقدر يساعدك حتى تولد الست. كتاب؟ ايه هيدا الكتاب الأحمر يلي جلدته حمرا. اللي جلدته حمرا؟ ايه. كابتن، نعم. كابتن دخيلك الست رح تموت ولازم نساعدها. آه، ما حدا حيموت غيري أنا. أوكي، جيبي لها الكتاب اللون الأحمر اللي عندك والحقيني. مين ابو ولد هون؟ حضرتك؟ مش انا هي. اه حضرتك مدام؟ اه دخيلك يا دكتور. دكتور؟ مين دكتور؟ انا كابتن. اه كابتن دكتور مش مهم حموت. ارجوك يا مدام تفهميني شوي. ما حدا قال لك انه الولاده بالطياره ما بتسوى مش المولود؟ لا ليه؟ شو لا ليه؟ لانه اذا ولدتي بالطياره البيبي حيتاثر بجو الطياره وعلى الارض ما بيقعد بيمشي. بصير بيطير مثل العصفور. وتعي الحقيبه. بس يطير؟ بس كمان حيتأثر بجو الموتور تبع السيارة وعلى الأرض ما فاضي بيحكي ابني يا حرام. بصير بيشعر جعير مثلا بصير بعيط لي كيك ما ما مثل الموتور تبع السيارة. ابني أنا ابني بيشعر جعاري. لحظة لحظة لذلك أرجوك تفهمين عم بنصحك ما تشرب والدي بالسيارة أجليها شوي يعني لبين ما تنزل السيارة بالمطار ساعتها بتروحي على المستشفى بتولدي وبترتاحي وبرتاح البيبي وبنرتاح كلنا. لسانا بايدي لسانا بايدي. اه بايدي؟ قطيع شو عنيدة؟ ما حلو الست تكون عنيدة لهالدرجة. ما حلو. خلص خذي وقتي معي عم بفهم معك بس ما علي. جبت لك سيد؟ جبته. هيك قبل ما نبلش انا بفكر فيك هيك تطبقي تأجل الولادة لبين ما ننزل على المطار. كابتن هيدا اشياء ما بدها تأجيل، الست صار وقتها ولازم تولد. ما انت اعند منها كمان. خلص خلص مدام بدون الاخ. حنحاول نساعدك بدك تساعدينا. وطي صوتي. اوكي افتحي الكتاب نشوف. فهمتي مدام؟ اوكي افتحتي الكتاب و يا حبيبي والله حلوين انتو عم تفرجوا على فيديو عيب عليكم ما فيكم دم ما فيكم زق كلكم لقدام نشوف كل الرجال لقدام يلا وين عم تفرجوا ايه؟ يلا قدام كل الرجال لقدام 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 ايوه ستات ارجوكم خليكم ستاند باي يمكن نعتاسكم شو مسيو دايخ؟ بطلت تكون دايخ؟ بطل قدام رموا الشك احسن ما عيط للبنت تخليها تطمشكم عيونكم قدام بوجهو خلص فهمت عليكي ساعدينا مثل ما عم ساعديك تفضلي بلشي اولا اذا شعرت انها تعبه في مشيتها عليك ان توقفها ليا اوقفها هيك كاتبين كاتبين اوقفها تفضلي يا مدام يلا قوم واقفي مش قادره مش انا قادره مدام حسب تعليمات الكتاب بدك تنفذي 20 دكتور كاتبين هالكتاب لما صحتك قالوا وقفي بس توقفي وقفي وقفي شوفي كاتبين بمساعده ولا بدون مساعده؟ ما كاتبين خلص ساعدي يا معلش معلش ايه كملي شو بعد؟ لا تتركها قبل ان تتاكد من سلامتها والسلامه العامه ترتسم امامك على الساعه على الساعه؟ كاتبين على الساعه؟ ساعه شو هي؟ كاتبين على الساعه على الساعه لحظه شوف منها فرجيني الساعه منيحه ساعه وماشي بدك تكون ساعة نبض مش ساعة ايد ساعة نبض الله ينعم الساعة اللي عملت فيها كابتن كملي كملي عليك ان تراقب جميع الاصوات التي تصدر عنها جميع الاصوات؟ كاتبين جميع الاصوات؟ كاتبين طيب لحظة بشوف مدام
قولي اعلى شوي، اعطينيها اعلى شوي. اعطينيها على بيتنا و... بيتنا وشو يعني؟ السوبرانو يعني، السوبرانو اعلى شوي يعني. اعطيها ما بتعرفي موسيقى وبدك تولدي كمان؟ روقي شوي، خذي واعطيه معي. قولي يا حبيبي يا حبيبي، انتو ما حتذوقوا الا ما كب واحد منكم من الشباك الطياره. بس وش كل قدام انت كملي لشو؟ ايوه كملي. في حال عملي. الاصوات لم تعجبك؟ نعم. دعها ترتاح قليلا ثم ابحث عن المفاتيح. عن مفاتيح؟ مفاتيح شو تكون؟ هلا انت رح تفهم اكثر من دكتور الوضع الكتاب. خلص دور على المفاتيح. فرجينا المفاتيح اللي معك مدام. مفاتيح البيت بيمشي الحال. فرجيني هون شو معك. مفاتيح سياره، مفاتيح جراج، ما معك مفاتيح غير هدول؟ شو كاتبين المفاتيح؟ شو هن كاتبين؟ كاتبين مفاتيح وبس. بكون بدهم مفتاح انجليزي او مفتاح شو اسمه 14 او مش كاتبين شيء. كملي لنشوف. كملي اغلق المفاتيح. وفي حال بلا اخ حبيتك كف هلا روقي. وفي حال فشلت انزل بها في اقرب مطار. احملها وانزل بها في اقرب مطار؟ بشو بدي انزل بالبرشيد؟ طول بالك طول بالك لكمل الجمله. كملي. وفي حال وصلت الى الارض بسلامه. ايوه. وهذا ليس بمؤكد. هل ليس بمؤكد؟ اكيد احملها وانزل فيها من الشباك او بالبراشوت واوصل بسلامه. اكيد ليس بمؤكد. مبسوطه يا ست على الاخره؟ خلص كتي تفضل. كم كملي كملي. وفي حال وصلت الى الارض بسلامه. نعم. وهذا ليس بمؤكد. اكيد ليس بمؤكد. دعها مكانها وافتح ابواب الطوارئ واهرب انت والركاب بسرعه قبل ان تنفجر. سمعتي؟ لازم نحملك ون... قبل ان تنفجر؟ شو جايبتي الكتاب؟ شو هذا؟ شو جايبتي الكتاب؟ تصليح الطائرات؟ انت قلت لي جيب الكتاب الاحمر. انا قلت لك جيب الكتاب الاحمر؟ لك والله ما احمر منك الا انا. لك منيح ما غلطتيني، كان جبت لي هليكوبتر انا. افتحوا باب الطوارئ! افتحوا باب الطوارئ! كابتن! نعم! مبروك صبي! صبي؟ شوفي لي معه تيكت؟ لا ولك معه خيو. شو يعني معه خيو؟ يعني توم. توم؟ حلو يجوا بوزن امهم ويأثروا على توازن الطيارة ويأكلونا كلاب البحر. لك عريس. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا. وقف خدنا وودينا كل الدنيا فرجينا. على امريكا على اتينا عفرنسا وعجبال الارض كل الدنيا فيها حب. يا كابتن بوب ستوب ستوب وقف خدنا عجناح الحب. يا